جديد الموقف المصري نروح له سريعا. جديد الموقف المصري خبر من يوم الجمعة اللي فاتت. تحقيق صحفي لسكاي نيوز البريطانية بيقول بسبب حرب غزة إبراهيم العرجاني يكسب مليون دولار يوميا من الفلسطينيين. سكاي نيوز قدام حضرتك بتقول في تحقيق صحفي ليها سكاي نيوز البريطانية والنسخة العربية منها إماراتية بالمناسبة، بتقول بسبب حرب غزة إبراهيم العرجاني بيكسب مليون دولار يوميا من أهالي قطاع غزة. إبراهيم العرجاني وشركة هلا اللي بتاخد على الفلسطينيين من 7 إلى 11 ألف دولار وأحيانا 13 ألف دولار للخروج للتنسيق الأمني للخروج من قطاع غزة إلى مصر ومنها إلى العالم، بيقول التحقيق البريطاني في الجريدة البريطانية إن العرجاني بيدخل له في اليوم مليون دولار. صدق أو لا تصدق، العرجاني بيستخدم الفلسطينيين للتربح اليومي بمليون دولار. طب الفلوس دي بتروح لإبراهيم العرجاني لوحده؟ لا، هو شريك أو هو أداة عند محمود السيسي، عشان بس تبقى عارف الفلوس جاية منين ورايحة فين.